السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة الخلاصة كورة. ترتيب فرق الدوري الأسباني وترتيب الهدافين بعد مباراة أتلتيكو مدريد اليوم والهزيمة أمام ليفانتي في مباراة مؤجلة من الجولة 21. اليوم متابعين الكرام أتلتيكو مدريد خسرت من ليفانتي 0-1، وأحرز ليفانتي جونزالو ميليرو في الدقيقة 54. متابعين الكرام خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الأسباني وترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الدوري الاسباني في المركز الاول ريال مدريد ب 54 نقطه من 24 مباراه. اشبيليه المركز الثاني ب 50 نقطه، ريال بيتيس المركز الثالث 43 نقطه، برشلونه المركز الرابع ب 39 نقطه ولو مباراه مؤجله، اتلتيكو مدريد المركز الخامس ب 39 نقطه، ريال سوسيداد المركز السادس ب 38 نقطه ولو مباراه مؤجله، فيا ريال المركز السابع ب 36 نقطه، اتلتيك بلباو المركز الثامن ب 34 نقطه، اساسونا المركز التاسع ب 32 نقطه، سيلتا فيجو المركز العاشر 31 نقطة، رايو فايكانو المركز الحادي عشر ب 31 نقطة، فالنسيا المركز الثاني عشر ب 30 نقطة، اسبانيول المركز الثالث عشر ب 28 نقطة، اليتشي المركز الرابع عشر ب 26 نقطة، مايوركا في المركز الخامس عشر ب 26 نقطة، ختافي المركز السادس عشر ب 25 نقطة، غرناطة المركز السابع عشر ب 24 نقطة، ديبورتيفو الافيز المركز الثامن عشر ب 20 نقطة، قادش المركز التاسع عشر ب 19 نقطة، وليفانتي المركز العشرين والاخير ب 14 نقطة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعين الكرام، متصدر الهدافين ابو ابراهيم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد المركز الاول ب 17 هدف، المركز الثاني راؤول دي توماس لاعب اسبانيول ب 13 هدف، واخوانمي لاعب ريال بيتيس المركز الثالث ب 12 هدف، كذلك خوسيلو لاعب دورتيفو الافيز، وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، والمركز الرابع انيسو نال لاعب ختافي ب 11 هدف، وياغوس باس لاعب سيلتا فيجو، والمركز الخامس انخيل كوريا لاعب اتلتيكو مدريد ب 10 اهداف. خلينا نتعرف على ترتيب صناعه الاهداف. متابعين الكرام، متصدر صناعه الاهداف اللاعب اوسكار تريخو لاعب رايو فايكانو المركز الاول صنع 9 اهداف، المركز الثاني ابو ابراهيم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد صنع 7 اهداف، والمركز الثالث دانيال باريخو لاعب فياريال صنع 6 اهداف، ومونيان لاعب اتلتيك بلباو، ونبيل فكر لاعب ريال بيتيس، وخورخي دي فروتوس لاعب ليفانتي، المركز الرابع غونزالو غوديز لاعب فالنسيا صنع 5 اهداف، وجوردي البا لاعب برشلونه، وسيرجي داردير لاعب اسبانيول، وتوماس ليمار لاعب اتلتيكو مدريد، وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، وانيك كارسكو لاعب اتلتيكو مدريد. اشترك في القناه وفعل زر الجرس لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.